أرحب بكم برنامجنا هذا سميرز كيتشن، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم راح أسوي لكم وصفة دجاج محشي كلش مميزة وطيبة إن شاء الله تعجبكم. There will be a short recap in English by end of this episode today, which is going to be stuffed roasted chicken. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ. A baking journey. You can email me to order directly from me schola11@yahoo.com or you can order from amazon.com. احنا بيسا نحضر الحشو اللي راح نحشي به الدجاج. طبعا اول شيء قليت قليل من الزيت في جدرية مثل هذه، وراح اضيف اللحم المفروم. راح نحمس اللحم الى ان يتحول لونه الى بني، وبعدين نصفيه مثل ما كل مرة نسوي. اللحم تحول لونه الى بني، ما نريد نطبخه all the way. راح نصفي من عنده المحلول. بنفس الجدر ضفنا قليل من الزيت، هسه راح ننفخ الثمن. نحرك نضيف البهارات والملح. نضيف المي، ما راح نضيف كمية المي اللي نحتاجها لطبخ التمن كامل، راح نضيف أقل من الكمية لأنه نريد نطبخ التمن تقريبا عن النص أو أكثر من النص بشوية، ما نريد نطبخه تماما. نحرك، راح ننتظر إلى أن يغلي المحلول، نهدي الحرارة ونغطي ونطبخ التمن. انطبخ طبعا مثل ما قلنا ما راح نطبخه طبخ كامل، راح يكون تقريبا عن نص 3/4 لانه راح نكمل طبخه من الحشي ويا الدجاج. هسه راح نضيف الى اللحم المفروم اللي طبخناه، البازاليا، بنستعمل بازاليا مفرزنه، لوز محمص، كشمش اصفر او اي لون من الاخر يعجبكم. راح نخلطها هذه كلها سوا بحذر، وهو هذا هي الحشو مالتنا. راح نتركه الى ان يبرد تماما قبل ما نبدي نحشي الدجاج. هنا انا عندي الحشو، خليط الرز واللحم واللوز وكل الاشياء اللي استعملناها، التمن المبهر طبعا هذا تركناه حتى يبرد كل زين قبل ما نبدي نحشي الدجاج به. هنا انا عندي دجاج، راح استعمل دجاجتين هنا انا عندي. لتحضير الدجاج اول شيء طبعا هنا الدجاج دائما طلعوه من الثلاجة ويبسوه كل زين وخلوه خارج الثلاجة، خاصة اذا الجو مو كلش حار، تقريبا في نص ساعة. كل ما يكون الجلد يابس كل زين كل ما راح تنطينا نتيجة جلد مقصب، ويكون طبعا نتيجة كلش زينة. دائما فلازم يكون يابس كلش، هذا كلش يبسته كل زين. استعملت بيبر تاول ويبسته كل زين وتركته تقريبا نصف ساعة. هسه ايش راح اسوي؟ عندي النانا راح بحضر كلش، راح اخذ ايدي اصابعي وافصل الجلد عن الصدر عن الافخاذ، اريد نسوي مساحة كلش هواية حتى نحشي به الدجاج حتى يطلع لنا كمية زينة. وطبعا راح نحشي بداخل الدجاج همينة. هنا كلش بحضر لازم حتى ما ينشق الجلد. هسه الخطوة الأخرى راح نتبل الدجاج بالخارج والداخل بالفلفل الأسود والملح. تتبيلة كلش بسيطة، ماكو داعي نسوي أي شيء آخر. نتبل الداخل همينة. نستعمل الملح، حتى تقدرون تسوون هاي الخطوة قبل يوم إذا تبدون وتتركوا بالثلاجة. همينة it's good idea.
وهسه الدجاج حاضر اياه حتى نبدي نحشي. اول شيء راح نحشي داخل الدجاج. شقد ما طبعا يتحمل بس نحاول نحشي كل زين. وراح نحشي بداخل الجلد. بس ننتبه بأنه ما بيت ينشك الجلد. نحاول نوسعه بالتساوي. هسه ناخذ تقدرون تخيطوه او تقدرون تخلون عقود الاسنان خشبي. راح نسوي له تصليحات للجلد بهالطريقه. هسه هنا أنا عندي خيط خاصية حتى ما يحترق بالفرن، نستعمله حتى نربط الأرجل سوا، نتأكد بأنه الحشوة ما تطلع أبدا. هنشده كل زين. عندي هذا الجذر، طبعا هذا كل الزينية لطبخ الدجاج خاصة بهالحجم، بس إذا ما عندكم استعملوا صينية عادية. راح نخليه هنا وراح نكمل نحشي الدجاج الأخر بنفس الطريقة. ولما صفينا الدجاج اثنينهم بجدرية كبيرة مثل هذه، هذه أحسن شيء لها حتى نطبخ به الدجاج بهذه الطريقة. راح نرش الجلد بقليل من الزيت حتى ينطينا اللون الحلو وكله يتحمر بنفس الطريقة. هسه راح نطبخ الدجاج بالفرن. حمينا الفرن، الفرن لازم يكون محمي كل زين على 450. راح نطبخه لمدة 20 دقيقة، 20 إلى 30 دقيقة حسب من نشوف اللون الجلد شلون راح يكون. بلا غطا، وبعدين راح ننزل الحرارة إلى 400 ونغطي ونكمل طبخه طبعا إلى أن ينضج حسب حجم الدجاج اللي عندكم. بس راح أشوفكم طريقة إذا تعرفون إذا نضج لو لا. راح نحتاج تقريبا ساعة إلى ساعة وربع أخرى حتى ينضج الدجاج. الحشوة حشوة التمن اللي بقت طبعا، لأنه إحنا طبخنا التمن تقريبا نصف طبخة بس، يعني ما كان مطبوخ all the way. سو هسه راح نضيف له شوية مي وراح نكمل طبخة حتى نقدمه ويا الدجاج. نطبخه على نار هادئة إلى أن ينضج. طبخنا الدجاج لمدة 30 دقيقة بلا غطاء. هسه راح نخلي الغطاء، نغطي الجدر وراح ننزل الحرارة إلى 400 ونكمل طبخة على الأقل لمدة ساعة إلى ساعة وربع إلى أن ينضج كل زين. طبخنا الدجاج لمدة ساعة ونصف. طبعا أول 30 دقيقة طبخنا بلا غطاء، بعدين غطينا ونزلنا الحرارة شوية، وبعدين آخر 10 دقائق همينا أخذت الغطاء لأنه ما كان محمر كل زين. وطبعا نتاكد مبين هو طبعا مطبوخ اياه، بس دائما اني اتاكد استعمل محرار. نخليه برجل الدجاج ولازم يقرا 165 على الاقل حتى نتاكد بانه ناضج.
كانت وصفتنا اليوم. وصفتنا اليوم سويت لكم دجاج محشي بالرز، طبعا وصفة إلى درجة طيبة، وتقدرون تقدموها لولائم خاصة لمناسبات خاصة، وسهلة التحضير بنفس الطريقة. إن شاء الله تعجبكم. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Recap for today's episode. Today's episode I made roasted stuffed chicken. First of all, I prepared the filling. I heated some oil in a saucepan. I added the meat, sauté until brown, drain. I added more oil, added washed drained rice, sauté, added the baharat and salt, stir, added water, brought mixture to a boil, reduce heat, cover and cook until halfway cooked. Then I added the drained meat, peas, almonds and raisins, mix well, set aside to cool completely. I pat dry the chicken. Starting at the top of the breast, gently I separated the skin from the breast and thighs. Then season with salt and pepper inside out. I stuff the chicken cavity and under the skin with rice mixture. Tie chicken legs with kitchen twine. Drizzle chicken with olive oil, transfer to roasting pan. Roast the chicken uncovered in 450 Fahrenheit preheated oven for 20 to 30 minutes. Then I covered it and cooked it for another 45 to 60 minutes in 400 Fahrenheit oven until tender and meat thermometer register 165 degrees. Set aside for 15 to 20 minutes and serve. I added more water to the remaining rice and cooked it until tender. Served it with chicken.